انعقدت اليوم الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت عنوان من التعهد إلى التنفيذ، تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا، الذي تمتد فعاليته من 7 إلى 9 من سبتمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الجلسة طالب عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الدول الأفريقية بتحديد احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات التحول والصمود والتكيف مع المتغيرات المناخية، تمهيدا لبدء عمليات التنفيذ. للمزيد ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من داخل مقر إقامة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. تحياتي لك رامي. تحياتي لك ولكل متابعينا داخل إحدى القاعات الكبرى الخاصة بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية وانطلاق ثاني أيام الفعاليات، وأيضا اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في هذا المنتدى. نتحدث عن منتدى يشمل عدد كبير من الفعاليات والتنوع بين هذه الفعاليات ما بين الجلسات النقاشية والموائد المستديرة وأيضا الورش التدريبية وورش العمل المختلفة التي يشارك فيها أطراف كبيرة ذات صلة بالعمل المناخي والاقتصادي وأيضا التنمية في إفريقيا والعالم أجمع. نتحدث اليوم عن عدد من الورش والجلسات النقاشية من بينها الابتكار من أجل العمل المناخي، وأيضا نتحدث عن الأمن الغذائي وورش أيضا خاصة بالعمل الزراعي، وأيضا من الورش والجلسة النقاشية الأولى والكبيرة والهامة هنا في اليوم الخاصة بالتحول والانتقال من التعهدات إلى أيضا محاور وآليات التنفيذ وأدوار الحكومة في هذه المحاور، محاور التنمية، محاور الاقتصاد، وأيضا مواجهة التغير المناخي. ونتحدث أيضا عن حضور ومشاركة كبيرة من عدد من الجهات الدولية ذات الصلة بالعمل المناخي والأمور الاقتصادية في أفريقيا، والتحول أيضا من فكرة الحديث عن التعهدات والحديث عن الحلول إلى التنفيذ وخلق فرص نحو أفريقيا في التقدم الاقتصادي، مواجهة التغير المناخي، أيضا الأمن الغذائي كان من القضايا الكبرى التي طرحت منذ الأمس وحتى اليوم من خلال الورش والجلسات النقاشية. نتحدث أيضا عن حضور كبير سواء من الدول الإفريقية ووزراء الاقتصاد والمالية وأيضا البيئة الأفارقة ودول العالم والحضور الأممي من قبل. شكرا جزيلا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من داخل مقر إقامة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.